وصلتني عدة رسائل وحالات يندى لها الجبين عن تعلق أخوات بإخوة زوجها، أو تعلق الرجل بأخت زوجته. هذه الحالات التي تذكرنا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال إياكم والدخول على النساء، فقال رجل من الأنصار يا رسول الله أفرأيت الحمو؟ فقال الحمو الموت. شبه الحمو وخطره بخطر الموت، لأنه إذا دخل على المرأة لا تحصل منه ريبة كما يحصل من الغريب، لا بقول له مثلا هذا أخو زوجها، أمر عادي أمر طبيعي، ومن هنا تكثر الألفة وتسقط الكلفة وتتكسر كثير من الحواجز. ومن الأمور التي يتساهل بها أولا تخفيف الثياب، يعني والله المرأة إذا إجا أخو زوجها بتقول لا ما هو مثل خيه، فتخفف من ثيابها، ولربما بدأ شيء من جسدها مما هو محرم بتقول هو مثل خيه فتتخفف من ثيابها. هذا أمر. أمر آخر أن يترك الأخ مع الزوجة، الرجل مثلا بده يروح يجيب ضيافه، بده يروح كذا، فبقول له لا خليك انت بالبيت مع زوجته انا رايح وجاي، او يرسلها الى مكان مع اخي زوجته، وهذا ايضا مما يكثر فيه الخطا. ايضا موضوع السهرات العائليه والغداء العائلي الذي يكون فيه اختلاط وممازحه وكسر للحواجز، منه ايضا موضوع الجروبات والمجموعات العائليه على الواتساب والفيسبوك، هذه يكثر فيها الممازحة ويكثر فيها الاستلطاف والاستظراف، مما يجر في النهاية إلى أن تعجب المرأة بصفات في الرجل ليست عند زوجها، ويعجب الرجل بصفات عند المرأة ليست عند زوجته. فأحببت التنبيه على هذا الأمر. اللهم اجزي خيرا كل من ساهم في نشر هذا المقطع، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.